السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تمسيهم بالخير جميعا. صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك فأخر، يعني فأزاله عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له. إذا كان هذا هو أجر من أزال الشوك عن طريق المسلمين لئلا يؤذيهم، فكيف بأجر من أزال الأذى عنهم، بمن فرج همومهم، بمن دافع عن أعراضهم، بمن نصرهم في غيابهم؟ لا شك أنه أعظم، والله غني كريم. فهذا باب عظيم من أبواب المغفرة، فبادر إليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك بسببه، وإنه والله لسهل على من سهله عليه.